السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، النهاردة أنا جايب لكم موضوع مهم جدا. في سؤال اتسأل لي كتير، ازاي أخلي ولادي من المتفوقين ومن الأوائل في كل المراحل الدراسية؟ وأنا لخصت الموضوع ده في 8 نقط عن طريق خبرتي مع ولادي ومع الطلبة بتوعي حتى ولاد أصحابي. هما 8 نقط بيفرقوا بين الطالب المتفوق والطالب اللي احنا بنقول عليه بليد. وأول نقطة فيهم هي الصحة. الصحة طبعا بتنقسم إلى نقطتين، أول حاجة الصحة الجسدية، تاني حاجة الصحة النفسية. الصحة الجسدية طبعا بتعتمد اعتماد كلي على الغذاء الصحي، الغذاء المتوازن اللي طبعا بيتضمن الخضروات والفواكه والألبان، وطبعا إن احنا نبعد عن أي وجبات سريعة، نبعد عن مواد الحافظة، نبعد عن المعلبات، وطبعا نخلي ولادنا يشربوا مية كويس لأن ده بيساعد إن هما يبقى تركيزهم أحسن. والصحة النفسية طبعا هي إن احنا نحافظ إن نفسية ولادنا تبقى نفسية سوية وكويسة، عن طريق إن احنا نعرفهم إن احنا بنحبهم، وطبعا نقول لهم إن احنا دايما بندعمهم في أي مشكلة بيقابلوها، منخليهمش يخافوا إن هما يحكوا لنا عن أي مشكلة بيواجهوها، وطبعا إن احنا نمنع عنهم أي ضغوط عائلية، أي مشاكل داخل الأسرة بين الأب والأم لا قدر الله، هما ما يتعرضوش لأي نوع من أنواع المشاكل دي علشان خاطر ما نأثرش عليهم بأي شكل من الأشكال السلبية. وطبعا من الحاجات اللي بتأثر على الصحة النفسية للطفل إن احنا نقارن بينه وبين أي حد تاني، بينه وبين زمايله، بينه وبين إخواته حتى. إن احنا لازم نعلم ولادنا إزاي لما يجوا يقارنوا نفسهم بين النهاردة وبين امبارح، النهاردة اتعلمنا إيه جديد، النهاردة استفدنا إيه، لكن ملناش دعوة بحد تاني، كل واحد ليه ظروفه وكل واحد ليه قدراته، المهم إن احنا دايما نسعى إن احنا نبقى أحسن وننمي من مهاراتنا ومن قدراتنا. تاني حاجة هي النظام اليومي أو الروتين اليومي. الروتين اليومي طبعا ده حاجة دلوقتي منتشرة جدا بره مصر في العالم المتقدم كله، إن إحنا لازم نعلم ولادنا إن هما يكون عندهم مجموعة من العادات يعملوها كل يوم. العادات دي طبعا لازم تكون صحية بحيث إن هما يستفادوا من اليوم بتاعهم أقصى استفادة ممكنة، وفي نفس الوقت ينظموا وقتهم بشكل كبير وما يضيعش منهم الوقت على الفاضي. وطبعا الروتين اليومي أو الديلي روتين ده لازم يكون متضمن وقت المذاكرة، وقت البريكس بتاعة اللعب والترفيه، ولازم يكون متضمن العادات الصحية. يعني أول ما أصحى هغسل سناني، قبل ما أنام هغسل سناني، هعمل إيه في فترة الصبح، هعمل إيه في فترة بعد الظهر، وهعمل إيه في فترة بالليل. والأهم من ده كله إن إحنا نكون محددين وقت للصحيان بتاعنا، ميعاد نصحى فيه وميعاد ننام فيه علشان خاطر نقدر ننفذ النظام اليومي بتاعنا ده بشكل سليم. ولازم ننام 8 ساعات علشان خاطر نكون بتركيزنا بشكل كامل طول اليوم ونقدر نستفيد باليوم بشكل كامل من غير أي مشاكل. تالت حاجة لازم يكون عندنا نظام للحوافز والمكافآت. يعني اللي بيعمل حاجة كويسة بياخد مكافأة، حاجة بيحبها طبعا ما تكونش بتضره، واللي بيعمل حاجة غلط لازم يكون عندنا كمان نظام للعقاب. فنظام الحوافز والمكافآت ونظام العقاب ده بينفع جدا مع أولادنا علشان يخليهم متحفزين أكتر ويتجنبوا أي حاجة غلط ممكن تضرهم أو تجيب لهم أي عقاب. وعلى فكرة العقاب مش لازم يكون عقاب جسدي، لأن العقاب الجسدي ما بيجيبش نتيجة. العقاب ممكن يكون حرمان مثلا من حاجة هما بيحبوها، التابلت أو الموبايل أو الإنترنت أو المصروف بتاعهم أو الخروجة اللي هما بيحبوا يخرجوها. المهم إن العقاب ما يكونش جسدي، لأن العقاب الجسدي الألم بتاعه بيكون ألم لحظي، بعد كده ولادنا بيتعودوا إن هما يتضربوا ويقول لك علقة وتعدي والسلام. ما ينفعش إن العقاب بتاعنا يكون عقاب جسدي بس، لازم يكون العقاب عن طريق الحرمان من الحاجات اللي هما بيحبوها، وبالتالي العقاب يكون ليه نتيجة ويأثر فيهم بشكل أطول، ويعلمهم إن هما يتجنبوا أي غلط ممكن يجيب لهم العقاب ده أو الحرمان من الحاجة اللي هما بيحبوها. رابع نقطة هي طبعا البيئة المناسبة لتحقيق النجاح. البيئة لازم المكان اللي يكون قاعد فيه ابننا أو بنتنا لازم يكون مكان بيساعدهم إن هما ينجحوا. والمكان أو البيئة المناسبة للنجاح لازم تكون بيئة هادية علشان خاطر ما يحصلش أي تشويش على أولادنا وهما بيذاكروا. لازم كمان تكون بيئة مريحة، في مكان مريح مش قاعدين في مكان مثلا متعب. يعني الكرسي اللي هو قاعد عليه يصلح للجلوس، الترابيزة أو المكتب اللي قدامه
مناسب للكرسي اللي هو قاعد عليه، يبقى قاعد مش متني قوي على الكتاب ومش بعيد قوي عن الكتاب. لازم كمان الإضاءة تكون إضاءة كويسة علشان عينيهم ما تتعبش ويقدروا يحصلوا الدروس بشكل أحسن. ولازم كمان لو في عندنا أطفال تانيين في البيت ما نخليهمش يشوشروا عليهم ويأثروا عليهم ويعطلوهم عن المذاكرة. أي حاجة في البيت ممكن يكون صوتها عالي، أي حاجة في البيت ممكن تشوشر عليهم بشكل سلبي، نمنعها عنهم تماما. فدي أهمية البيئة الخاصة بالمذاكرة اللي احنا بنقول عليها البيئة المساعدة على تحقيق النجاح، ودي النقطة رقم 4. النقطة الخامسة هي جدول المذاكرة. لازم نعمل لأولادنا جدول مذاكرة أو نساعدهم إن هم يعملوا جدول مذاكرة. جدول المذاكرة طبعا بيتضمن المادة والكمية والطريقة اللي هيذاكر بيها والمدة كمان. يعني ايه المادة؟ المادة طبعا هيذاكر مثلا لغة انجليزية، هيذاكر ماس، هيذاكر لغة عربية. المادة مهم جدا ان احنا نحدد كل مادة هيذاكرها. المدة اللي هيذاكرها قد ايه، مثلا هيذاكر ساعة، هيذاكر ساعتين، هيذاكر 3 ساعات. الكمية هيذاكر كمية قد ايه، الدروس اللي هيذاكرها هل يا ترى هي مثلا 5 كلمات، 10 كلمات، 20 كلمة، درس معين في الماس، درس معين في اللغة العربية. الكمية مهمة جدا، ولازم نلاحظ ان كل طالب ليه الكمية او القدر بتاع الاستيعاب بتاعه. يعني انا مثلا عارف ان ابني او بنتي ما يقدروش يحفظوا غير 5 كلمات، ما ينفعش اديهم 10 كلمات، فبالتالي هم مش هيحفظوا ولا حاجة والوقت هيضيع على الفاضي. لكن ينفع اديهم 6 كلمات بدل 5، ومع شوية تحفيز هيقدروا يحفظوا الستة بدل الخمسة، وبالتالي انا نميت مهاراتهم وزودت الاستيعاب بتاعهم، وكمان هم استفادوا اكتر. فكمية المذاكرة مش مهم ان هي تكون كتيرة قوي، المهم ان هي تكون مناسبة لولادنا علشان يقدروا يستفادوا بالوقت بشكل سليم. اخر حاجة الطريقة بتاعة المذاكرة لازم تكون محدد الطريقة بتاعة مذاكرة كل مادة. يعني مثلا في يوم انا هخليه يتفرج على فيديو او درس معين في الانترنت يساعده على فهم الدرس ده، ممكن يوم تاني اخليه يقعد يحفظ بعض الكلمات او يقعد يحل بعض المسائل او يقعد يحفظ بعض الحاجات الخاصة في المادة اللي هيذاكرها. يوم تالت أخليه مثلا يحل بعض التمارين أو بعض الأسئلة على الدرس اللي هو كان بيذاكره امبارح. فجدول المذاكرة من أهم النقط الخاصة بتحقيق النجاح والتفوق بالنسبة لولادنا. لازم نكون محضرين جدول للمذاكرة. الجدول ده هيساعدهم كتير إن هم يستفادوا بوقتهم ويعرفوا هم بيتقدموا قد إيه. رقم 6 هي المتابعة، إن احنا نتابع ولادنا، إن احنا نروح نسأل عليهم في المدرسة مثلا إيه المواد اللي هم متميزين فيها وشاطرين فيها، إيه الحاجات اللي هم محتاجين فيها مساعدة ومحتاجين فيها دعم، محتاجين فيها إن احنا نركز عليها أكتر. المتابعة مهمة جدا، والمتابعة لازم تكون على أساس مثلا تقييم دوري، عن طريق إن أنا أسألهم مثلا بشكل دوري أسئلة خاصة بالدروس بتاعتهم أو امتحان مثلا كل فترة بيعمله لهم مثلا المدرس بتاعهم في الفصل. وانا بحبذ ان احنا اللي نذاكر لاولادنا، وبكره جدا الدروس الخصوصيه لانها بتضيع وقت الطالب وبتضيع مجهوده وبتخليه مشتت، وفيها استغلال كبير للاب والام. وسائل العلم متاحه بشكل مجاني على الانترنت او في الكتب الخارجيه، تقدر توفر الوقت وفي نفس الوقت توفر الفلوس، وفي نفس الوقت تقدر تتابع مستوى ولادك عن طريق الاسئله اللي موجوده في نهايه كل درس او كل وحده. تقدر تسألهم الأسئلة دي، تصورها مثلا وبعدين تديها لهم وتحسسهم بجو الامتحان ومناخ الامتحان وتصححها لهم بعد كده. شوف هم نقط القوة بتاعتهم فين ونقط الضعف بتاعتهم فين، اعمل لهم تقييم، وبكده انت بتتابع مستواهم بيتقدم ولا لأ. وفي نفس الوقت ولادنا لما يخشوا الامتحان بجد ويبتدوا يقعدوا في جو الامتحان واللجنة بتاعة الامتحان، ما يكونش عندهم رهبة الامتحان ولا أي حاجة، ويقدروا يعدوا الامتحان بمنتهى السهولة. 7، وهي نقطة مهمة برضو، وهي النشاط الرياضي، الرياضة. طبعا زي ما احنا عارفين كلنا ان العقل السليم في الجسم السليم، لازم ولادنا يكونوا بيلعبوا رياضة ولو رياضة بسيطة، لان زي ما احنا عارفين ان الطالب الرياضي اللي بيلعب رياضة استيعابه اكبر بكتير جدا من الطالب اللي ما بيلعبش رياضة. وطبعا مش لازم لو انت مش عندك وقت ان انت تودي ولادك نادي او تشترك لهم في مكان، ممكن يلعبوا رياضة في البيت، لو 10 دقايق ايروبكس او سويدي يعني، ويلعبوا شوية تمارين. وطبعا في فيديوهات كتيرة جدا على الانترنت بتوضح التمارين اللي احنا ممكن نلعبها في البيت وما نضيعش وقتنا. والرياضة من اهم الحاجات اللي بتحافظ على صحة ولادنا، فهي مرتبطة بالصحة
ومرتبطة كمان بالروتين اليومي، لازم تبقى موجودة في الروتين بتاعهم كل يوم ولو 10 دقايق رياضة، هتحافظ على صحة جسمهم وتحافظ كمان على صحتهم النفسية وتخليهم دايما أفضل. وآخر نقطة هي التدين أو الوازع الديني. كل الديانات بتحض على حسن الخلق، بتأمرنا إن احنا تبقى أخلاقنا كويسة، فلازم ولادنا يبقوا عارفين إن الأخلاق الكويسة هتخليهم في الدنيا محبوبين وهتخليهم في الآخرة كمان يدخلوا الجنة. الوازع الديني مهم جدا علشان الصحة النفسية بتاعت ولادنا، وطبعا هتخليهم محبوبين زي ما قلنا وسط زمايلهم ووسط أصحابهم، وتخلينا كمان مطمئنين عليهم في أي مكان هما يروحوه، ولما نكبر ونعجز يعملونا كويس ويبرونا. فالوازع الديني ده شيء مهم جدا، بيحافظ على الاستقرار النفسي للطالب والطالبة، وفي نفس الوقت بيخليه أحسن بكتير ويخليه محبوب من كل اللي حواليه. وفي الختام أحب أوضح إن كل أولادنا مؤهلين إن هم يبقوا متفوقين ومن الأوائل. الفرق بين الطالب الشاطر والطالب البليد زي ما قلنا هو الـ8 نقط اللي احنا اتكلمنا عنهم، وهم الصحة، الروتين اليومي أو النظام اليومي، نظام المكافآت اللي هو بيحس بيه سواء كانت مكافآت مادية أو مكافآت معنوية، توفير البيئة المناسبة، عمل جدول للمذاكرة، المتابعة، النشاط الرياضي والرياضة، وآخر حاجة التدين والأخلاق الحسنة. وبكده نكون أنهينا حلقة النهاردة إزاي نخلي ولادنا دايما متفوقين وشاطرين في كل المراحل الدراسية. أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتم ولو معلومة صغيرة من حلقة النهاردة. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، والأهم إنك تشارك الفيديو مع كل أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا مستني رأيكم في موضوع النهاردة. ولو عندكم مواضيع تانية حابين نتكلم فيها ياريت تكتبولي في التعليقات. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.